بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكم. الصحة راهم داركم، ان شاء الله تصوموا بالصحة والهنا. اليوم ان شاء الله راح ندير لكم وصفة سهلة، هي شوية يعني مكلفة، اللي يحب يديرها، اللي ما عندوش ما يديرهاش. عندنا صدور دجاج، عندنا هنايا حوالي 500 غرام و 550 صدر دجاج مرحي، وعندنا هنايا زوج فخاذ رحيتهم ثاني باش ما يجينيش ناشف. خاذ نعرفو الفخذ فيه الجيلاتين يجي رطب اللحم تاعو. عندنا شوي زبده، عندنا شوي زيتون، عندنا كاين حوايج كماليين ما تقدروا ما ديروهمش. عندنا توابل الدجاج، زنجبيل، مش راح نكثر فيه التوابل باش يبقى له لونه ابيض ومليح وما يطغاش عليه الطعم بزاف. التوابل عندي فلفل اسود، ماذا بكم يعود فلفل اسود، يعني ما كعب تجيبوهم ترحيوهم. عندنا ملح، عندنا خبز يابس مرحي، شويه خل، عندنا شويه مطارد، عندنا شويه فرماج، فرماج وخلاص. مهم عندنا بيضتين، وعندنا ثاني كعب تاع فرماج نسحقوهم، وعندنا خضر مشكله فورتها طهيت على البخار، تسبقوا بالجزر هو اللي يبقى شويه، ومن بعد تزيدوا تكملوا ديروا الحوايج. المايس ما تفوروهش الذره، هذه هي ان شاء الله نظن ما نسيت والو. نقول لكم برك معلومه على التوابل، كي ديروا التوابل لازم من الاحسن تجيبوهم كعب وترحيوهم في الدار، ولا بغيتوا التوابل تاعكم انا عن تجربه يحكموا لكم، ديروا لهم ما يديركمش فيهم السوسه ولا هكا حتى لبطيتوا عليهم. انا جربتها هك وهك، لقيت التوابل اللي حمصتهم واللي تحصلت على رائحه رائعه، ولقيتهم بطاولي ما دارتليش فيهم السوسه، واللي تخليوهم كنت تغفلوا عليهم شويه وتخليوهم مثلا يبطاو هكا تلقاهم دارت لكم فيهم السوسه. هذه هي، وبعدوهم على النار، وما تخليوش التوابل خاصه انها عريانه بالغطاء، لازم تعود في علب محكمه بالغطاء باش تقعد لكم النكهه تاعها تبطالكم تعود رائعه. سما ما كاش فايده بلا كي يعودوا التوابل تخليهم هكاك يروح كلش تاعهم، الريحه تاعهم تروح. هنبداو ان شاء الله في التحضير. حطوا الدجاج، حطوا الفخذ، تقدروا ديروا غير دجاج لا ما عندكمش يعني نورمال، واش باش يجي برك يعني رطب هكا يجينا مليح. الخضر المشكله راح نخليها هي الاخرى باه ما نفزدلهاش الشكل تاعها. كملوا، نحط الزبده، الزبده باه يجيكم طري وتعطيكم لذه ثاني. اللي ما يحبش الزبده يعني هي الزبده الحق تفرق في الطعم. حط شويه زيت اللي يدير ريجيم ولا ما نعرف. هذه التوابل تاعنا، حطوا كل شيء، نحطوا الخبز، نحطوا الجبن، انا استعملت تاع العلب، انتم ما عندكمش ديروا تاع الحب الكعب. نحطوا شويه تاع خردل، مطر نصف ملعقه، المطرد يعني مش ضروري بصح يعطي نكهه رائعه للدجاج يعني في الاطباق. مش غالي بزاف، 14000 ولا تقدروا تشريو وحده تحكم لكم كيما درك رمضان، تسحقوها للتتبيله تاع الدجاج تلقاوها يعني تمد لكم طعم. نحطوا الخل ولا ليمون، زوز ملاعق ولا ملعقه كيما تحبوا، المهم باش يزيد يجيكم طري يعطيكم هكا نكهه حموضيه هكا. بقالنا البيض، قلنا البيض، نديروا البيض تاعنا، حلوه في باش لا عاد فازد. واحده، اثنان، سته، انا مش راح نكمل هذا الصفر، نشوف الساعه معاها. بسم الله، نخلطوا المقادير تاعنا. طبعا انا يديا منظاف غسلتها مليح، انتما اللي يحب يدير القفازات يدير، انا ما نحبش نخدم بهم صراحه يعني يديا نظاف، حريصه على النظافه كلش، اظافر الاواني، واللي يحب يدير يدير. هذه هي فقط باش ما وما انا عادي يعني ما انا نورمال نخدم عادي ما ديرونجينيش الخدمه هكا. نكمل نخلط، هاي تقريبا امتزجت المكونات تاعنا. الوصفه هذه تقدر السيده توجدها في الليل، تخليها في المول هذا تاعها اللي دهنته بالزبده ودرت له الخبز مرحي، تقدر
ديرها عفوا ديرها في الليل وتخليها للصباح، ولا ديرها صباح وتخليها للعشيه تروح تخدم، تزيد تلقاها واجده طيبها، تزيدها مع الشوربه مع في بلاصه بوراك كمقبله. المهم راح نحط التشكيله تاعنا تاع الخضار دركا، ودركا هكا تحكم الشكل تاعها هكا. يمكن نزيد نخلطها، امتزجت المكونات تاعنا الخضر. نعرفوا الاطفال يحبوا بزاف الوجبات هذه، اطباق هذه، يحبوا الدجاج، يحبوا الجبن. نحاولوا فيها نرضيوهم. صح رمضان مش تاع اكل بصح، مش مانع الانسان انه يخلق جو مليح هكا لولادو في الطاوله، يدير لهم حوايج ملاح يحبوهم هكا. الدنيا ودين كما يقول الانسان، ماشي يلعب طول ما يدير حاجه لا من لا من. الانسان يحاول يوفق بين جهتين يعني تاع الدينيه والاخر. والاكل لابد منه، ما قدروش نقولوا ما نطيبوش، ولا مهما انه رمضان صح عباده والاخر ما قدروش. هذه تقدروا تضيفوا ثاني بقدونس، بصح انا ما شتيتش ندير نفزد اللون تاعو باش يبقى لي ابيض هكا كيطيب. وهذا راهو راح يطيب على حمام مائي. ديري بلاطو وتحطي الماء وتحطي هذا القالب تاعك فيه حتى يطيب لك، باش ما يشيحش، باه ما ينشفناش. نفرشوا الدجاج تاعنا، ديروا الماء يدكم هك في الماء وخدموا هكا، نعدلوه سويوه هكا. تقدروا لك جاتكم كميه تديروا في قالب كبير. انا كون نشوف باللي كفاني يعني جاني ندير زوز، ولا نخلي واحد نديرو ضرب وواحد نخبيه مثلا اليوم القادم. نورمال تصرفوا كما تحبوا في الكميه تاعكم. نزيد نطلعوا هكا على الجوانب كيما هكا، لبسوه كامل على الجوانب ونولي لكم باش نحط في الداخل الجبن. ها هي كيفاه درتلو، لبسته كامل هكا على الجوانب. دوكا نحطوا الجبن تاعنا، حطوه هكا. تقدروا ديروا انا نسيت شويه خميره تاع كيميائيه باش يجيكم خفيف، يجيكم هكا مش بزاف، شويه برك نص مغرف صغيره ولا، باش يجيكم خفيف. انا ندير جبنه تاعي كيما هكا. تقدروا ديروا هنايا فكره مثلا لحم مفروم والجبن هنا، ويجيكم هذا هكا دجاج ومن داخل لحم مفروم، ولا العكس لحم مفروم والدجاج. تقدروا يعني تبدعوا كيما تحبوا. انا راح ندير له كيما هكا، ونحط في الوسط الزيتون كيما هكا، باش من بعد كي نقطعوه راح نلقاوه يجينا شكل جميل. نكمل هكا، كملنا الجبن تاعنا. نديرو دركا الزيتون نستفو هكا، باش من بعد كي نقطعو يجينا شكل جميل هكذا. ها الطبق تاعنا، درنا الزيتون. نزيدو دركا نكملو الدجاج هكا، نغطيوه لبسوا له الطبقه الفوقانيه. الطبق هذا سهل يعني، وفقط تحضيرات هكا مسبقه راح يجيك سهل، خاصه المراه اللي تخدم. لو كان ما ديرش هذه الخطوات راح تتعب مسكينه، تجي من الخدمه تلقى شويه عراقيل هكا. هذه هي، ها نكمل كيما هك نستوي مليح هكا. ديروا الماء هكا ولبسوه. الحاجه المليحه فيه تقدروا توجدوه طبق ثاني، هذاك تاع اللي درت لكم تاع الدجاج بالكاتشب، تقدروا توجدوه في الليل وديروه تخليه نقولوا هذيك في الغداء في الليل، بصح ديروه الصباح مثلا. المهم توجدوه في وقت مناسب ليكم، تخليوه الفطور تقرب الفطور تاع العشاء ديروه طيبوه، يجيكم ساهل. ثاني وصفه تصلح يعني، تحطي البطاطا في البلاطو وتحطي دجاج وتكملي خدمتك نورمال. يعني هذو حوايج عمليه، تقدروا ديروها ثاني هذيك التتبيله في دجاجه كامله، مش شرط في الاطراف. نكمل نعدلو هاو القالب تاعنا، كملناه عدلناه. هاو درنا ديروا قالب زجاجي وديروا فيه الماء وتحطوه يطيب، ولا تسخنوا الماء ساعة وتحطوه، المهم باش تزربوا وحتى يطيب في حمام مائي على درجه متوسطه، ما هي قويه ما هي، وخلاص تقدموه بالشكل اللي حبيتو. حابه نعطي لكم، شوفوا العلب اللي قلت لكم تاع، شوفوا الطويله تاع الكيك السابق
كاينين يتباعوا مش غاليين، شريتها ب7000. تحطي فيها الكيك تاعك وتغطيه، ان هنا يتحرقت لي. هذه ها هي، شوفوا علب جميله يعني ورخيصه، تحافظ لكم على الكيك على اي حاجه، وما تديش مكان في الثلاجه. هذه بركه تدبيره فقط، وتشوفوها ان شاء الله في الطبق التقديم. هاو الطبق تاعنا وجد، قالب الدجاج بالجبن والخضار، ان شاء الله يعجبكم. زدت معاه رافقته بخضره فورتها وطهيتها على البخار، وصوتيتها في درتها شوحتها في زبده وشوي زيت وفلفل كحل اسود وثوم، ودرتها قدمتها. عولت نزينو هكا بالاخر ما عنديش. المهم ان شاء الله يعجبكم، وشهية طيبة وصحة فطوركم. ودوك نعت لكم منه طرف، هاني قطعت لكم منه قطعة، هاو طيب، والزيتون في الوسط والجبن، هاي طري مش ناشف كي درناه في حمام مائي. ان شاء الله تجربوها تعجبكم. هاي سهلة يعني، مش مكلفة يعني، في غير اللحم برك يعني. هذه هي، في حوايج اخرين كاينين عندكم، ان شاء الله تعجبكم. بقى على خير.